أكاد أصدقه. تخيلي ماذا تطلب الأمر. الحرفيين، المهندسين، عملهم لا يزال راسخا، لكنهم رحلوا. كان على ملكهم استخدام ثرواتهم لحماية شعبه بدلا من صنع هدف. عثرت على الدرج بالأسفل، أو من تبقى مني. أية أفكار عن وصولنا للتاج؟ أحضرت مروحية؟ في سروالي الآخر. اللعنة، أظننا سنتسلق. هناك، انظري، سترين الأبنية أسفل الشلالات. محقة. أستطيع القيام به. اقبلي بسرعة. إلى الأعلى. لأنك قلت من فضلك. لم أقل به. ظننتك قلت إن جانج كان مدير العوائق. وضعها في طريقك سيساعده ويساعدك. لهذا اختاره الهولسلا لهالبدون. إنه إله الحظ. من ترجين منه النجاح والازدهار. فهمت. هذا جيد. حسناً، هذا سهل. حقاً. متى ستعودين إلى هنا؟ طريق دخولنا إلى الجيش الفارسي. إصابة موفقة. الفرس امتلكوا منجنيقا. منجنيق؟ قولي قاذفة أحجار مثل باقي البشر. المنجنيق نوع من قاذفات الأحجار، يحمل مقذوفات ثقيلة ويقذفها بعيدا كهذا. عرفت هذا أثناء تدريبك؟ بحثت على ويكيبيديا كباقي البشر. مذهل. الصديقان القادمان باراشوراما وغانيش. حين لا يقاتل آلهة الهندوس الشياطين يقاتلان بعضهما. ليس قتالا عادلا غانيش. أعذر. حسنا، أعتقد أنه ليس أسلوبه. هل لحدوا هذا المكان؟ الأمر هكذا. من هنا.
انظري التسليح، كنت محقة. لدي لحظات، كل هذا فارسي؟ نحصل على شيء ما. دون الحصول على الضوء. يبدو مكانك سرداب. السراديب والمقابر لا يشتهر بها الهندوس، إنهم يحرقون الجثث. أنت إيش تعني التضحية الأخيرة في السنسكريتية؟ تضحية؟ أجسادنا مركبات مستعارة وأنت تعيدينها حتى يستفيد آخرون. إحساس رائع. تأخر الوقت على الأوغاد. ما هذا؟ يا إلهي، هذا هو آخر تجمع. لم ينقذ إمبراطوريتهم، لكن هزيمتهم مكسب لنا. لدي فكرة، على الأقل لسنا في مرمى النيران. آمل أن هناك مخرجا آخر. يمكنني القول، كنت جادة بشأن أساف. أعني مدهش كيف يبدو بسيطا. صحيح، هذا بالضبط ما يريده. متأكدة أن نظاراته متكلفة. ليبدو بريئاً أم ذكياً؟ الاثنين، لكنه ذكي. كان طبيباً قبل أن يتولى قضيته. وتخلى عن مهنته ناجحة؟ واثقة أنه اعتقد أن هذا الأنسب. هاي، مستعدة للذهاب؟ في أتم استعداد، أحتاج فقط للتمهل قليلاً. هكذا بدت للفرس قبل الغزو. متعدة؟ أجل. ما المضحك؟ كل أبحاث أبي. ماذا يفعلون؟ طريق مختصر،
فير. لم نحقق شيئاً اليوم، فعلى الأقل لممنا شمل العائلة. تباً، ابقي بعيدة، معهم فيلم صغير. صح. هيا، سألتقط هذه. أوه، حسناً، شكراً. ابتعدي، هذا جيد. والآن، قفي هناك ومدي يدك. ماذا؟ هكذا يستأنس الفيل. شكرا جزيلا. زمن منذ رأيت فيلاً، ولكن هذه الفيلة أصغر مما ظننت. اعتدت رؤية الفيلة الإفريقية، أما هذه فهندية. ما الفرق؟ إنها أصغر، وآذانها أصغر، ورؤوسها أكبر بعض الشيء. لطف من أصاف ترك الإمدادة لنا. خذي بعضها إن أردت. فكرة. بالأعلى. Ugh!